مصوتين بنعم. أنا زوج. المصوتون بلا. الممتنعون. اعتبرنا المجلس الشعبي الوطني قد انتخب السيد معاذ بوشارب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني. إزاء الثقة الغالية التي وضعتموها في شخصي في هذا المشهد الديمقراطي والشفاف من خلال اختياركم السيد بما يجسد وعيكم العميق وإرادتكم القوية في ضمان استقرار المجلس الشعبي الوطني ومواصلة تعزيز الديمقراطية ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبل. وإنه ليسعدني أن أتقدم إلى كل واحد منكم بجزيل الشكر وكبير الامتنان على الثقة التي حظيت بها لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، هذه الهيئة الدستورية الموقرة بثقلها الوطني وبجسامتها وحمولتها السياسية والمؤسساتية في هذا الظرف بالذات الذي يقتضي منا جميعا مزيد التماسك لضمان السير العادي لهذه المؤسسة الهامة.